الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وكنا قد انتهينا إلى الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن بسند من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية، أي ذات 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع بدلا من شفعت، تشفع له. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي في تفسير كلمة كفتاه: قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل، يعني أغنتاه عن قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني إلى آخر الآية. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أو ليهنك، يعني يهنئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. الحديث الأول من هذه الأحاديث التي قرأناها يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية لسورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبين عليه الصلاة والسلام أنها تشفع لصاحبها، أي أنها تشفع يوم القيامة لمن يداوم عليها ويستمر في قراءتها. والحديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن هنالك أحاديث كثيرة أخرى في فضل سورة الملك تبارك الملك. بعض منها ضعيف، ولكن كثير منها صحيح وقوي. ولعل أجمع ما ورد في فضل سورة الملك تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك، ما رواه عبد بن حميد في مسنده،
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل، عبد الله بن عباس قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، يعني إلى آخر السورة، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، المجادلة أي التي تجادل عن صاحبها لتكون شفيعا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه الله عز وجل من عذاب النار، وتنجي صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام كله لعبد الله بن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، أي لوددت أن كل إنسان من أمتي يحفظها في قلبه، نعم يحفظها غيبا. يعني هذا الحديث يعني أجمع حديث لبيان فضل سورة الملك، وقد كان من دأب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأها في كل مساء قبل أن ينام، يعني يقرأها قبل رقاده. نعم، واقع كما قلت لكم بالأمس، ليس معنى ذلك أن قرآنية سورة تبارك تعلو على قرآنية السور الأخرى، لا، ولكن استمرار قراءتها في هذا الميعاد أن يجعل الإنسان منها وردا لنفسه في كل ليلة تفيده هذه الفوائد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنجي من عذاب القبر، وتجادل عن صاحبها يوم القيامة، أي تأتي شفيعا له. هذا بالنسبة لمن داوم على قراءتها، لا أنه قرأها آنا وتركها آنا آخر. شيء آخر من الأهمية بمكان ينبغي أن نوضحه، وأن من يسمع مثل هذا الكلام عن فضائل بعض السور ينبغي أن لا يندفع إلى قراءتها كما يندفع مريض إلى استعمال علاج ودواء، هو لا يحب هذا الدواء وربما هو يعافه لأنه مر مثلا، لكن قيل له إن هذا دواء يشفيك من مرضك، فأقبل إليه يتجرعه المدة التي ينبغي أن يتجرع الدواء فيها، حتى إذا رأى نفسه قد شفي أعرض عن الدواء وتركه. كثيرون هم الذين يقبلون إلى آيات لها فضائل معينة في القرآن أو سور لها فضائل معينة في القرآن، يقبلون إلى تلاوة هذه السور أو هذه الآيات إقبال المريض إلى الدواء، يتناوله غصبا، لأنه قيل إن هذا العلاج هو الذي يضمن له الشفاء. ربما لم يستفد الإنسان إذا كان إقباله إلى القراءة بهذا الدافع، مثلا أضرب مثلا، هنالك أحاديث وردت أن الإنسان الذي يلازم قراءة سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة يقرأها دائما في كل أنسية، فإن الفقر لا يرد إليه، لم يفتقر. ربما
سمع هذا الكلام أناس لا يقبلون إلى الدين وليست لهم اهتمامات بالعبادات والقراءات والأوراد، لكن سمع عن هذه المزية لسورة الواقعة والرجل يريد أن لا يفتقر، يريد أن يكون غنيا، فأقبل إلى هذه السورة يقرأها لا لأنها كلام الله ولا لأنه يعني المعاني الخطيرة الإيمانية معاني التوحيد الكامنة فيها، لا، إنما يقرأها هكذا من أجل أن لا يفتقر. ولو أنك نظرت إلى سلوكه في الوقت ذاته لرأيته لا يقيم بالدين وزنا، تائه شارد منحرف، لكن إذا جاء المساء بأسا لا ينسى الوظيفة، يقبل إلى كتاب الله عز وجل ويقلب صفحاته ويقف على قراءة سورة الواقعة. لماذا؟ خوفا من الفقر. هذا الإنسان بهذا الدافع الذي يندفع به لا يستفيد من قراءته شيئا ولم يجد النتيجة التي فعلا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطلاقا، هذا شيء يقين يعني. كذلك سمع أن قراءة سورة الملك تنجي الإنسان من عذاب القبر، قد سمع الرجل أحاديث مخيفة عن عذاب القبر وما يتعرض له الإنسان إذا مات، فالتجأ إلى هذه السورة يقرأها من أجل أن يطمئن إلى أنه إذا مات لن يعذب في قبره. الآية التي تبين حالة هذا الإنسان وأنه يستعمل قراءة هذه السورة كما يستعمل المريض الدواء فقط، آية ذلك ما هي؟ أنك تنظر إليه فتجده لا يقيم وزنا بمعاني هذه السورة ولا يتفاعل معها ولا يتأثر بها، كل ما في الأمر أنه يقرأها من أولها إلى آخرها ليمر على عباراتها وألفاظها بحيث يثبت أنه قد قرأها وكأنه يقرأ تعاويذ. نعم، مثل هذه القراءة دليل على أن الرجل لا يحكم بهذه السورة لأنها كلام الله ولأنها خطاب الله عز وجل للإنسان ولأن فيها معاني تأخذ بالألباب، هذه السورة لا فيها معاني خطيرة جدا وهامة جدا، هو لا يحفل بها، لكنه يريد أن يطمئن إلى أنه إذا مات غدا لن يعذب في قبره، خوفوه من عذاب القبر فأراد أن يطمئن إلى أنه لن يعذب غدا في قبره، خلاص انتهى، هو يقرأ كل يوم سورة الملك إلى آخره. أو مثلا كما سنجد الآن اشترى دارا جديدة أرى إليها سكن فيها، هو ممن يخاف من الشياطين ومن الجان ونحو ذلك، قيل له إذا قرأت سورة البقرة في بيت من البيوت فإن الشياطين لا تدنو إلى هذا البيت، الرجل ربما لا يعرف سورة البقرة ما هي وربما ليست بينه وبين القرآن أي صلة إطلاقا، لكن سمع هذا الكلام وهو يخاف من الجان وهذا يكثر في صفوف النساء غالبا. نعم، فجاءت هذه المرأة وبحثت عن سورة البقرة أين تقع، ربما لا تعلم
سورة البقرة هل هي في نصف القرآن أو في أوله أو في آخره، وأخذت تقرأ هذه السورة بأغلاطها بأخطائها بكل ما يمكن. المهم أن يقرأ هذا الإنسان هذه السورة لأنه سمع أن هذه السورة إذا قرأت في دار فإن الشياطين تنفر من هذه الدار. نماذج كثيرة من هذا القبيل. هنالك من يخاف على نفسه من مس الجن من السحر، يطرق الأبواب يسأل ماذا أقرأ، ما هي التعاويذ التي تفيدني، يقال له مثلا آية الكرسي المعوذة كذا، يكتب هذا كله ويهتم ويقرأ لا تقربا إلى الله ولكن حفاظا على مصلحته ورعاية لنفسه من المخاوف والأخطار التي يتوجس خيفة منها. لاحظوا المعنى الذي أقصد، مثل هذه الطبقة من الناس لا يفيدها تلاوة كتاب الله شيئا، لا سورة الملك لا الواقعة لا البقرة. ينبغي أن يكون الدافع الذي يدفع الإنسان إلى تلاوة كتاب الله سواء كل سور الآيات أو السور الخاصة التي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزايا لها، ينبغي أن يقبل إليها إقبال المتقرب بها إلى الله، وينبغي أن يتعامل مع معانيها وأن يتفاعل مع مضمونات هذه السور. اقرأ آية الكرسي وتمعن المعنى العظيم الذي في هذه الآية، اقرأ سورة الملك وتدبرها وأنت تقرأها، أي لاحظ المعاني التي تتضمنها كل آية من الآيات، وتصور أنك تقرأ كلام الله عز وجل وأنه نزل عليك فيما أنزل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذه السورة. نعم، كذلك عندما تقرأ سورة الواقعة، كذلك عندما تقرأ سورة البقرة، وعندما يتعامل الإنسان مع كتاب الله بهذا القصد وبهذا التوجه، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه السور تنتشله من انحرافاته وتوقظه من غفلاته وتملأ قلبه تعظيما ومهابة لله عز وجل، ومن هنا تأتي الفائدة. يعني سورة الملك كيف تنجي من عذاب القبر؟ كيف؟ هل هي عبارة عن تلاسل؟ معاذ الله، القرآن ليس تلاسل. هل هي عبارة عن رموز وشفرات مما يستعملها السحرة؟ معاذ الله، لا. إذا سورة الملك يعني مصر الذي به تنجي قارئها من عذاب القبر. السر أن الإنسان إذا تأمل في معاني هذه السورة التي تتسلسل من أولها إلى آخرها أثناء القراءة تأثر بها، فإذا جعل من قراءته لها لبا مستمرا ازداد التأثر، ثم ازداد التأثر، هذا التأثر يملأ قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى ومهابة وإجلالا. بهذه المهابة تنجيه سورة الملك، بهذا التعظيم الذي ينسكب في فؤاد من يواظب على تلاوة سورة الملك تكون شفيعا له يوم القيامة. أجل، اقرأ سورة الملك وانظر إلى المعاني العجيبة كيف يصورها لنا الله سبحانه وتعالى،
كيف يسير لنا ندامة النادمين يوم القيامة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا ما كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. عندما تقرأ هذا الكلام قبل عقابك وأنت تتأمل هذه المعاني، ما الذي ينقذك من هذا؟ تقول يا رب لا تجعلني من هؤلاء النادمين، الآن الفرصة مواتية، الآن لا أزال في دار الدنيا، لم تقم الساعة بعد ولم يحن هذا الميعاد بعد، الآن أنا أمام الفرصة الذهبية، يا رب أنا تائب إليك. لا صحيح. ثم ينقلنا إلى الواقع الذي نحن فيه ويحدثنا عن الذين فابت قلوبهم خشية لله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ينقلنا إلى معاني التوحيد، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يحدثنا عن ملكوت الله وكيف أن هذا الكون مسخر للإنسان لحظة فلحظة، وعندما يشاء الله تتحول الأرض إلى أفواه فاغرة تلتقم الإنسان، وتتحول السماء إلى حصباء تتمطر على الإنسان لتهلكه. سورة الملك سورة تملأ كيان الإنسان رهبة. طيب متى تكون هذه السورة منجية لصاحبها؟ أولا إذا استمر كل يوم، كل يوم يقرأها. ثانيا عندما يقرأها يتدبر معانيها من أولها إلى آخرها، فإذا قرأها بهذه الشاكلة جذبته هذه السورة إلى الله عز وجل، وعندئذ يقرأها من أجل أن يتعامل مع الله بمعانيها، وتأتي فائدة تحصين هذه السورة لصاحبها من عذاب القبر إضافة، تأتي فائدة أنها تكون شفيعا له إضافة أيضا. لاحظوا الفرق بين هذه التلاء بهذا الشكل بهذه السورة وبين من لا يقيم لأوامر الله وزنا وهو منصرف عن أوامر الله، لكن من النوع الذي يرتعب من الموت. كثير من الناس رجالا ونساء يأتيني أحد يقول أنا أخاف من الموت ماذا أصنع؟ نساء يسألنا هذا السؤال. طيب قيل لا والله الموت فعلا في عذاب القبر وسؤال الملكين هذا كل شيء يخوف. قيل لها أنه أحسن شيء ينجي الإنسان من هذا الخوف قراءة سورة الملك. دخيل كلنا عن سورة الملك دليل عليها. نعم وكان بتدور وبتدور وبتدور وكتب بلا تشل حتى يشوف سورة الملك تراها لما كانت تكون غلط غلط كذا. الباري كما يقول في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ربنا مطلع كيف بأي دافع يقرأ هذا الإنسان هذه السورة. طيب سمع يخشى الفقر ودائما يطرق أبواب الغنى. قيل له مرة هل تحب أن تصل إلى الغنى في أقرب وقت بدون سهولة؟ قال نعم. اقرأ في كل ليلة قبل النوم سورة الواقعة، وإذا لم يكن يصلي يقرأ سورة الواقعة، إذا لم يكن يصوم يقرأ سورة الواقعة، إذا كان يعني يمانع في زغل ويناقش ويجادل في آيات الله يقرأ سورة الواقعة. لماذا؟ لأنه يبحث عن أي وسيلة لكي يصبح بهذا المن وليتخلص بها من الفقر. لقد قيل له هذا الكلام. نعم. هذا الإنسان عندما يقرأ سورة الواقعة كيف يقرأها؟ يقرأها كما يقرأ طلاسم علمه إياها رجل من الذين يعني يشتغلون بفك
السحر ونحو ذلك. قال اقرأ هذه الكلمات كل يوم، اقرأها كطلاسم شفرة. لكن سورة الواقعة كذلك، سورة الواقعة معانيها ايضا غريبة وعجيبة في تصنيفها للناس. اصحاب اليمين، اصحاب الشمال السابقين، سابقون هؤلاء ضد الغيرة، ثم اصحاب اليمين ثم اصحاب الشمال. وكيف يصف الله عز وجل كل فئة من هذه الفئات، وكيف يضعنا امام مواصفاتهم. سورة تأخذ بالمجامع القلب، وعندما تحدثك هذه السورة عن أصحاب الشمال يمتلئ فؤاد الإنسان رعبا ويسأل الله أن لا يكون منهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالين المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا الذي يقرأ سورة الواقعة كشفة، من يقرأ هذا الكلام لا يلتفت إلى هذه المعاني، والله مطلع عليه. لن نستفيد شرا مكيرا من هذا أبدا بشكل من الأشكال. كل السور التي لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى مزايا لها من أجل أنها مثلا تكون شفيعا له يوم القيامة، تنجيه من عذاب القبر، تبعد الشيطان عنه، تبعده عن الفاقة، الجسر الذي ينبغي أن يمتد بينك وبين هذه السور إنما هو التدبر، إنما هو التأمل. وينبغي أن يكون دافعك إلى قراءة هذه السور دافعا واحدا، هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الأساس. وأنا على يقين أنه ما من إنسان يواظب على تلاوة سورة الملك قبل أن ينام بتدبر إلا وتنقله هذه السورة في الدنيا قبل التدبر، في الدنيا قبل يوم القيامة، من الشروط إلى الالتزام. لابد أن تنقله من الغفلة إلى اليقظة، بسبب أنها في دار الدنيا نقلته من الغفلة إلى اليقظة ومن الشروط إلى الالتزام، تنجيه من عذاب القبر. يعني أثر هذه السورة لا يبدأ بعد الموت، وإنما أثر هذه السورة يظهر متى؟ في الحياة. في الحياة جيد أن تقرأ هذه السورة وأنت تتدبر معانيها العجيبة التي تأخذ بشغاف القلب، كيف تنتشلك وكيف تسعد بك وكيف تملأ قلبك تعظيما وتبجيلا لله وتوحيدا لله عز وجل. هذه الفائدة التي تحققها لك هذه السورة هي التي تحميك من عذاب القبر إذا مت، وهي التي تجعلك بعيدا عن عذاب الله يوم القيامة. يعني موضوع الشفاء، شو هي السورة؟ السورة ما هي إنسان لحتى يشفع، لكن هذه كناية، هذه كناية بليغة. يعني أن تلاوة الإنسان لهذه السورة في دار الدنيا باستمرار 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 أكسبته التزاما، فكان التزامه سببا لمغفرة الله له. إذن فكان سورة إنسانا جاء يشفع لهذا الشخص. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه، وما ينبغي أن يعني نهرع إلى تلاوة هذه السور كما قلت لكم الآن كالمريض
الذي يرفع الى دواء هو يعافي ويكرهه، لكنه يتناوله غصبا لانه علم ان هذا العلاج فيه شفاء. نعم، لا، القران كله شفاء، وسر الشفاء فيه انه ينقلنا الى رحاب القدس، ينقلنا، يخرجنا من الغفله الى اليقظه، ومن الشرود عن الالتزام الى الالتزام، والسير على صراط الله سبحانه وتعالى. سوره الملك هي 30 آية، فيها تصوير حاله النادمين يوم القيامه، فيها الحديث عن المؤمنين في دار الدنيا وتبشيرهم، فيها بيان ان الانسان ما لازم ان يطمئن الى الارض التي يمشي فوقها والى السماء التي تظله، يقول حاله الارض انا ملكي تحت سلطاني، لا لا لا، هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها وكل من رزقي واليه النشور. ثم ماذا قال؟ أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، كذلكم الحديث الثاني الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عفوا، عن أبي مسعود بن بدري غير عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حديث متفق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقرأ خواتيم سورة البقرة، ويقرأ خواتيم سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، ويقرأ الإخلاص ثم المعوذتين ثم الفاتحة، وينفث في يديه ويمسح بيديه ما أقبل من جسمه كله. نعم، طبعا كان يقرأ سورة الملك قبل ذلك. نعم، هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يقرأ كما قلت لكم بالطريقة التي حدثتكم عنها. كفتاه، ما معنى كفتاه؟ الإمام النووي يردد هذه الكلمة بين معنيين. المعنى الأول أن هاتين الآيتين إذا قرأهما الإنسان بتمحر قبل رقابه، هاتان الآيتان تكفيانه المكروه تلك الليلة، أي لا يصيبه مكروه. المعنى الثاني، حتى ولو لم يستيقظ تلك الليلة لقيام الليل، فإن قراءته لهاتين الآيتين تنزل منزلة التهجد الذي لم يتح له ذلك. ومن العلماء من فسر الآية بالمعنى إيه؟ يعني هاتان الآيتان تكفيانه كل مكروه، الكافي هو الله والباري لهاتين الآيتين. كذلك كتب الله سبحانه وتعالى له أجر قيام الليل. نعم، فتجتمع له الحسنتان. طيب، قد يقول قائل يعني هالآيتين شو فيهم؟ لا، ألم تقرأهما مرة وتفكر بمعناهما؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة. هاتان الآيتان أو هذه الخواتيم من سورة البقرة تجسد عبودية الإنسان لله، تبين موقف هذا العبد من ربه كيف ينبغي أن يكون، وموقف الرب من هذا العبد كيف يكون. أولا تبين هذه الخواتيم موقف العبد من الرب كيف يكون. سبب نزول هاتين الآيتين أن الباري سبحانه وتعالى قال أنزل قول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ضاج الصحابة وهاجوا وجاءوا إلى رسول يقولون يا رسول الله من منا ينجو بعد هذه الآية؟ الباري عم يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الإنسان غصب عنه تخطر بباله أشكال وألوان، فإذا كان ربنا بده يحاسبنا على مشاعرنا كمان سواء فعلناها أو لم نفعلها كلنا هلكنا. كل الصحابة جاءوا يشكون إلى رسول الله. طيب أنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله بيانا لموقف العبد من الرب كيف ينبغي أن يكون العبد، ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا مثل ما بدك يا رب، أنا بحاول أن قلبي يكون نظيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون هكذا كانوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شنو كانوا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هيك يكون العبد. الباري عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. صحيح أما بجوز الواحد الإنسان ضعيف ما بيملك قلبه ما بيملك مشاعره، لكن الله عز وجل له أن يحكم علينا بما يشاء، وينبغي لنا أن نستسلم ونسأل الباري عز وجل العافية. إذن الآية هي بيان لموقف العبد من الرب كيف ينبغي أن يكون منضج يوم سمع وطاعة. لما جاء المسلمون بعد نزول هذا وقالوا سمعنا وأطعنا واستغفر الله، خلاص الآية اللي بعدها بينت موقف الباري من العبد. لما العبد بيتخذ موقف الانقياد والسمع والطاعة الباري كريم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم الله، الحساب شيء والتعذيب شيء آخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا ماذا نقول، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن ماذا نرى هنا؟ نرى في خواتيم سورة البقرة شطرين. الشطر الأول يعلمنا الله فيها الموقف الذي ينبغي أن يقفه العبد تجاه ربه، بيقول سمعا وطاعة، شو ما ساويت فيني أنت المالك، بده يحاسبنا على ما في نفوسنا، بيحاسب شو بيطالب ابننا. الباري عز وجل يعيدنا إن نحن اتخذنا هذا الموقف أن لا يكلفنا أكثر مما نطيق، لكن مع ذلك يعلمنا ماذا نقول، ندعو لكن مع القبول بأن لا يحملنا ما لا نطيق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن خواتيم سورة البقرة هذه فيها بيانان اثنان من الخطورة بالمكان. الأول بيانا للموقف الذي ينبغي أن يتخذه العبد من ربه، موقف الانقياد وموقف التلبية وموقف الانصياع لأوامره،
ثم الشطر الثاني الذي تختم به السورة يبين لنا فيه الله سبحانه وتعالى رحمة الباري بالعبد، وأنه لا يكلفه أكثر من وسعه، ويعلمنا كيف نناجي الله وكيف نقول له لبيك، ثم في الوقت ذاته نقول يا رب لا تكلفنا أكثر مما نطيق، لا تحملنا أكثر مما نستطيع، لأننا ضعاف ولأننا لا نملك أكثر. طيب هكذا كان ينهي رسول الله يومه، ينهيه بقراءة خواتيم سورة البقرة. نحن نقرأها لكن نقرأها كما قرأناها الآن، نقرأها كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من منا يصابر على هذه الأوراد؟ من؟ نحن نتكلم في هذا المجال كثيرا، لكن عند التطبيق أكثرنا لا يطبق، ولعلنا إذا طبقنا هذا ليلة ليلتين ثلاثة ننسى بعد ذلك. ورد هذا ينبغي أن نلازمه ملازمة الأنفاس للأحياء إلى أن يقبض الله سبحانه وتعالى الروح. فكل ليلة سورة الملك، خواتيم سورة البقرة، نعم سورة الكافرون، الإخلاص، المعوذتين، الفاتحة، ونغمض أعيننا على هذه التلاوة، وبهذا ننهي يومنا الدابر ونستقبل الرقاب الذي لا نعلم هل سنفيق منه أم لا نفيق. ما في إنسان يلازم هذا الوقت ثم يتخلى الله عز وجل عنه، أبدا لا يمكن. لكن عند التطبيق نجد أن أكثرنا شارد عن هذا الأمر، وإذا كان فينا من يقبل يقبل عند الحاجة، وكما يقبل المريض إلى العلاج. لا، هذا مو علاج، هذا غذاء. الإنسان لا يستغني عن الغذاء لا في حالة صحة ولا في حالة مرض، هذا ليس دواء في حالة المرض أبدا، هذا هو الغذاء الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به دائما إلى الوفاة، والباري عز وجل عن غير أن يحقق النتائج. الحديث الذي جاء من بعد عن سورة البقرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. فعلا إذا تليت سورة البقرة في بيت نفر الشيطان من ذلك البيت. لكن مرة أخرى أقول كيف تقرأ سورة البقرة؟ سورة البقرة من أطول سور القرآن، تقرأ كما قلت. أحدهم قيل له هذا الكلام، نعم، رأسا مرعى إلى القرآن، شو سوى؟ أنه يقلش النظر إلى فهرس القرآن، عاد إلى الفهرس يبحث عن سورة البقرة أين تقع. في طفل درس كتاب الله ولا يعلم أن سورة البقرة هي أول سور القرآن؟ رجل كبير بلغ من الكبر عتيا لا يعلم بعد موقع سورة البقرة. هو من يعني استغلال القرآن، استخدام القرآن. لا، القرآن لم يتنزل من أجل هذا، لم يتنزل من أجل أن نستخدمه، من أجل أن نكون نحن خدما له. وهذا يفتح باب أسر كبير وأسر كبير، يعني القرآن لم يستخدم فقط بل أصبح يعني سببا لإهانة. عندما القرآن يتلى في أي مناسبات، إذا مات إنسان في دار يعلى أصوات القراء في ذلك البيت أنه في واحد ميت، أصبح القرآن إعلان عن وجود موت في بيت ما. ومن هذا بسبب رد الفعل الشرطي كما يقول علماء النفس، صار في ناس مش مأزوا بقى من سماع القرآن، وإذا واحد فتح راديو في بيت القرآن عم يطلع ممكن شي واحد يقول سكري 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 ليش شي موتي في شي موتي بعيد الشر من عم حتى مصاب. نعم، هذا وهم حصل يحصل، لأن القرآن ارتبط لعنة الله على من يفعل هذا، لعنة الله على من يفعل هذا، ولعنة ستصيبهم.
القرآن لم يتنزل من أجل هذا. نعم، الحمد لله رب العالمين.